ما هي الحمية الغذائية السليمة؟ حينما تغير النظام الغذائي يحدث اضطراب في الجسم، ويمكن أن يحدث اضطرابا سلوكيا. فلذلك الحمية الغذائية يجب أن تحافظ على النظام الغذائي نفسه المعتمد في ذلك البلد أو في تلك المنطقة. المهم هو أمرين رئيسيين: تصحيح الأخطاء الغذائية، ثانيا إنقاص الكمية إلى حد ما. فتبين من خلال دراسات دقيقة أن النظام الغذائي المتوسطي أثبت فعاليته مقابل النظام الغذائي الأوروبي أو النظام الغذائي الأمريكي. النظام الغذائي المتوسطي يعني النظام المعتمد في دول شمال إفريقيا، في الصين، في الهند، في هذه الدول المتوسطية. بالتوازي مع النظام الغذائي يجب المحافظة على العادات الغذائية مع تصحيح الأخطاء فقط، لأن المعدة لو غيرت لها العادات التي متعودة عليها فهي لن تقبلها. بالإضافة إلى ذلك يجب الحفاظ على الهوية الغذائية للبلد، لأنها أكثر من ثقافة. ناهيك أن تغيير النظام الغذائي أو العادات الغذائية تؤدي إلى مشاكل نفسية للشخص. تغيير النظام الغذائي والعادات الغذائية يقابله رفض شخصي للشخص داخليا، وهو الذي يجعله يبتعد عن الحميات الغذائية ويرفضه المجتمع. إذن لابد من أن تكون لنا ثقافة غذائية، ولا بد أن نرجع إلى أخصائي التغذية، ويجب أن نراعي مدى هذه الخصوصيات. ولا ننسى أهمية الرياضة، وفي الأخير يجب أن تصبح الحمية الغذائية نظاما يوميا وليس نظاما يعني مرحليا.